ميرسي قوي يا جماعة، أنا فعلا فرحانة ومبسوطة من مشاعركم دي، وده اللي مصعب عليا السفر. بس عشان خاطري امشوا دلوقتي، أنا مش عايزة أعمل لكم مشاكل. مشاكل ايه يا نجلة؟ احنا لا يمكن نسيبك. أستاذ رمضان جه هنا وزعق وحذرني لو شفتكم ولا قعدت معاكم مش هيحصل كويس. وهو ماله؟ هو هيتحكم فينا ولا ايه؟ ده انا هوديه في داهية، ده اللي خلي ابوه يرفده ويشتم اسمه من المدرسين خالص، وفي الاخر هيبيع سندوتشات في الشارع ومش هشتري منه. وانا وديني وايماني لا ضربه، عشان انا خلاص اتخنقت من البني ادم اللي بيدرس لنا ده. يا رب يا ساتر. اتفضل يا استاذ رمضان اتفضل. السلام عليكم. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اتفضل. ما تاخذنيش يعني انا بجيلي في مكان شغلك، يعني ممكن تكوني مشغوله، بس انت عارفه العيال ده هم في رقبتي. بس والله الحقيقه وانا جاي لسمعت الساده المعجبين بيكي بيغنوا اغانيكي، وده دليل على النجاح الحمد لله. هي الاغنيه كانت بتقول ايه؟ اللغه العربيه الفصحى ايه؟ استيقظ وركز واصحى. والنبي دي اسمه كلام؟ دي كلام دي يا جماعه عيب. المفروض تنقوا كلام يعيش مع الجمهور. مش عارف في ايه في ظهوري. لا مؤاخذه معلش انا اسف انا اسف. والحاجات دي مضايقاني من ساعه ما جيت، من ساعه ما جيت مضايقاني. يعني انا ممكن اقول لك نصيحه، انت المفروض تغني لابو تمام، للبحتوري، لاحمد به شوقي. لو هم اصحابك يعني عرفني بيهم يا استاذ رمضان وانا هاخد منهم شغل. اصحاب مين؟ ناس دول يعني محمول بتاعهم، دول ناس راحوا لرحمه الله من عشرات السنين. لا انا في برد، في برد مش في زوري بس، ده كمان ده نازل لحد كعوب رجلي. ايوه النبي كعوب رجلي تنقح علي. لا مؤاخذه معلش انا مؤاخذه، العكاز حتى برضك نضفه، لان الموكيت ايه الموكيت ما يتوسخش. مؤاخذه مؤاخذه التات بتبقى نظيفه، المفروض كنت اقلع الجزمه بره معلش تسمحيني. لا 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 الموضوع عايز ميه، ممكن حبه ميه ولا هنا ميه بفلوس ولا ايه؟ تفيد اجيبي ميه للاستاذ رمضان. مش عارف في شرخه كده. شكرا شكرا يا بنت، اسمك تفيد؟ الف شكرا. يخرب بيتك يا تفيد، سخنه نار سخنه نار. بس هعمل ايه؟ سيبك من الميه والكلام ده كله، سيبك من الحاجات ده. هي انا حاسس ان انا هرجع وعندي انتفاخ، حياتي بقى انتفاخ. ممكن الحمام؟ لا انا مش هلحق الحمام، ممكن ارجع هنا. قوم يا جزمه، يا جزمه، يا جزمه انت. قوم 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 يا استاذ رمضان. معلش معلش انا قاعد بقى لي ساعه تحت النقابه وعارف ان هم هيجوا جم. معلش يا استاذ رمضان. طب يحضروش الحصص هيسقطوا. ما تزعلش نفسك، احنا جاهزين يا مدام. شوقي مدير اعمالي واستاذ رمضان مفروك ابو مدري شو حموده. اهدي اهدي، ايه اللي مفروك ومدري شو؟ هي ستي فيها ايه؟ ان الاستاذ رمضان مبروك ابو العلمين حموده مدرس اول لغه العربيه ورئيس جماعه الخطابه بمدرسه التجريبيه الحديثه. اهلا اهلا اهلا. اهدي هو دي مجنون ولا ايه؟ اللي مالكش فيك مالكش دعوه بيه، مالك بيا خليك في حالك مش في قلق.
فيه ملك بيا خليك في حالك مش فايقالك عايز مني ايه 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 يا رمضان يا رمضان نهار اسود ده كويس مفيش حد معانا انت هتخرج من وقارك ولا ايه هتمشي ورا الحاجات الهابطه دهيا لا والنبي ما اخرج من وقاري ابدا واهدي ايه الكركبه دي الله يخرب بيتك يا تفيدي بتاخدي شيء وشويات قدام عيني ومش عايزه تشتغلي الناس خلاص بقت تقبض وما تشتغلش واهدي التمزير وصل لده كله جزمه دهب جزمه يلا ان شاء الله تتحرق في نار جهنم يا حلم يا حلم يا حلم يا عيني عليك وعلى ايامك الله يرحم ايامك كان الحب بجد ايوه مش تجاري حياه النبي بقى تجاري انت وحشتني ما تشوفيش وحش يلا البس البس اللي تستاهل انت عرقانه خدي طب لبسهولي لبسهولك يعني يا تفيده لازم امها تعيا النهارده تعرف يا رمضان انا ابتديت اتعود عليك بحياتي ايه رايك نطلع عندي البيت نتعشى مع بعض انا نفسي اطبخ لك بايدي والله عندك في البيت ايوه والحاج والحاجه موجودين الحاج والحاجه مين دول الحاج والحاجه مين ابوك وامك نونو بابا وماما في بيروت بابا وماما في بيروت هو احنا نروح ناكل في بيروت هناكل في بيروت ايه هناكل هنا طبعا لو انت قاعده لوحدك في البيت هنا ايوه لوحدي انت مش واثق فيا ولا ايه لا طبعا انا واثق فيك طب ومش واثق في نفسك لا انا بعون الله واثق في نفسي 100% امال ايه انا بس بقول عشان ما نبقاش لوحدينا ما احنا لوحدينا اهو لا احنا هنا مش لوحدين معانا كنب وكراسي ونجف ايوه كده اتحكي انا بصراحه يعني مكسوف من وجودي هنا كل يوم خصوصا ان الولاد ما بقوش يجوا مالك فيه ايه لا مفيش بس انا لازم ارجع بيروت بعد يومين وبصراحه كده مش عايزه اسيب مصر معلش ان شاء الله تجيلها تاني بالف سلامه وبعدين تشوفي اهلك وتنبسطي وانا انتهزها فرصه اروح البلد يومين انا كمان بس انا كان نفسي اقول لك حاجه قبل السلام عليكم يقول الشاعر نعم انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سر اقوله تاني يا مستر حلو مستر نعم انا مشتاق وعندي لوعه ولكن مثلي لا يزاع له سر سرك تعرف يا كاسانوفا اقوله تاني لا يا استاذ لا هي تسد نفسكم يعني مثلا شوف الشاعر قال ايه قال حاجه جميله قوي وغناها الاستاذ الراحل الفنان عبد الحليم حافظ بتقول الموج الازرق في عيني يناديني نحو الاعمق وانا ما عندي تجربه في الحب ولا عندي زورق اني اغرق اغرق ثلاثة بالله العظيم بغرق إني أغرق إني أغرق أغرق القمر القمر خدنا القمر القمر خدنا القمر لجزيرة أبعد من الخيال لا شافتها عين ولا مرت ببال يا 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 حبيبي شفت واخداني الاماني لحد فين شفت بحلم 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 قد ايه القمر خدنا القمر عامل لي عبد الحليم وانا مين طبعا مش عارفني نسيتني خلاص انا ضميرك يا حيوان اعوذ بالله امال ابليس شكله ايه واخرتها يا رمضان بتحب البنت اللي اسمها مطلقه يا سلام وانت سايبني لما اغرق لشوشتي وقاعد دلوقتي تعمل لي فيها شيء غفر البنت ده هي اللي تتقطع علاقتي بيها نهائي وانت لك في المنام وقابلتها كويس هقطك من بطنك اسمعني بس اني بضعف من حلاوتي اما بشوفها جدتي بتتلبش بتضعف وقدرت تقول